البنك المركزي أصدر خطاب للبنوك بيتضمن استثناء بعض الفئات من القرارات الأخيرة اللي كانت متعلقة بمسألة توفير العملة الأجنبية للعملاء بره مصر. وكشف مصدر مصرفي أنه البنك المركزي وجه البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض معينة، بنتكلم عن التعليم، عن العلاج، وده هيكون من غير حد أقصى، وده هيكون لما العميل يقدم المستندات المؤيدة لده إنه بيتعلم بره، بيتعالج بره. هنعرف التفاصيل. البنك كمان وضح للبنوك إنه هنفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم دي لكل العملاء اللي سافروا كمان قبل تاريخ القرار، قبل 22 ديسمبر 2022، علشان العميل اللي سافر وكان لسه القرار ما طلعش يقدر إن هو يحصل على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وده طبعا بعد ما يطلب العميل ده ويثبت أنه هو سافر قبل هذا التاريخ. البنك المركزي كمان أكد على عدم وجود أي حدود للاستخدام بالنسبة للعملاء اللي أصلا عندهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية بيتم استخدامها من حساباتهم بالعملة الأجنبية. خلينا نعرف أكتر بالتفصيل عن مسألة القرارات دي ومين الفئات اللي هيتم استثنائها. دلوقتي معنا على التليفون الخبير الاقتصادي أستاذ مصطفى بدرة. مساء الخير بدرة، مساء الخير على حضرتك يا فندم، وعايزة أعرف من حضرتك إيه هي الفئات المستهدفة بالظبط وإيه المستندات المطلوب منهم يقدموها للبنك وخلال قد إيه ده بيتم؟ مساء الخير لحضرتك وطبعا لكل المشاهدين. هو طبعا البنك المركزي بيحرص على آلية ضبط العملة الأجنبية بالذات للخارجين أو المسافرين أو المستخدمين في الخارج. وطبعا كان أصدر البنك المركزي عدد من القرارات، طبعا منها عملية وضع حدود، يعني حدود للسحب، وأكيد كلنا نعلم بهذا الأمر. صحيح. ولكن طبعا استثنى منهم فئتين في غاية الأهمية، ألا وهم اللي خارجين أبنائنا للتعليم أو خارج للعلاج. وطبعا ده عن طريق أنه بيقدم للبنك الخاص بيه أو اللي هو لديه طبعا الحسابات الخاصة بيه الوثيقة أو الشهادة الخاصة بالتعليم أو للعلاج في الخارج، وطبعا بيتم تدبير العملة ليه دون حد أقصى. وطبعا ده يعني استثنى من البنك المركزي نظرا للظروف اللي بتمر بيها بعض من الفئات في الخارج لاحتياجهم طبعا للعملة. ونعلم جيدا ان طبعا البنك المركزي بيحرص جيدا على عدم تهريب العمله عن طريق بعض من المستغلين سواء للتجاره او للتلاعب او الكروت الائتمانيه او يعني كروت الفيز لاستخدامها لتهريب العمله او للتغيير او استغلالها للمشتريات اللي هي دون الحاجه ليها في الوقت الراهن. طيب دكتور مصطفى، كمان كان أعلن البنك المركزي عن إعفاء المواطنين من رسوم التحويلات من البنك لآخر، أعتقد أن ده ليه علاقة بمسألة تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي وتحفيز الناس على ده. حضرتك شايف أثر هذه العملية إيه؟ والله هو البنك المركزي فعلا بيواكب التطور الكبير العالمي وبيكون ماشي في النهج الكبير اللي بيتحدث دايما عنه، ألا وهو الشمول المالي، أنه يكون في حسابات لجميع الفئات داخل المجتمع لتحسين القدرة المالية، لعدم استغلال المال يعني أو الكاش زي ما بيسمى ما بين أفراد المجتمع. وطبعا التعزيز ده كان السيد الرئيس أمر بأن يكون في المجلس القومي للمدفوعات، دي طبعا من أكتر من 5 سنوات. بيقوم البنك المركزي بعبارة عن إيه؟ أن لازم يكون التحويل البنكي للعميل يعني بدون استخدام عملات، التحول يعني الاموال ما بين الحسابات الداخليه ده بدون عملات، فمدها من اعتبارا من 1/1 القادم حتى نهايه السنه لنهايه ديسمبر 23. ده بيساند او بيحسن قدره الناس على استخدام التكنولوجيا والانترنت والموبايل بانكينج، وطبعا ده بيخف الضغوط على البنوك وبيؤدي لعمليه التحول الرقمي. واعتقد ده النهج المحمود دايما ان احنا ازاي نستخدم التكنولوجيا الحديثه في اداره الاموال او التحولات البنكيه الخاصه بيها. دكتور مصطفى، انا عايزه ابسط للناس مساله الشمول المالي ده لما تتحقق بالنسبه للدوله المصريه ده انعكاسه ايه على المواطن؟ شوف يا فندم، بمنتهى البساطه خالص، اذا كان للمجتمع كله عنده حسابات بنكيه هيكون عنده قدره للامان بتزيد يوم بعد يوم في استخدامه للحسابات البنكيه الخاصه بيه، سواء التعاملات ما بين الافراد أو تعاملات ما بين الشركات أو تحويلات الأموال ما بين بنك وبنك آخر،
فده بيحد من المخاطر. ده نمره واحد. نمره اثنين بيدي الامان لاستخدام الاموال لدخولها للحسابات، فما يقدرش العميل الاخر او الحساب من الحساب يتم انقاذه. ثلاثه ده بيتم الاسراع في اللحظه، في لحظتها. يعني حضرتك لو حولت من حسابك البنكي ده لحسابك البنكي ده، ده بيتم في نفس اليوم. ده امور في غايه الاهميه بالنسبه لنا، اسراع عمليه تداول الاموال عن طريق الانترنت او طريق البنكي، الموبايل البنكي يعني الموبايل اللي احنا بنستخدمه عن طريق الابلكيشن. دي امور في غايه الدقه وفي غايه الامان، السيفتي الامان بتاعت الحسابات الخاصه بكل عميل. الامر الاخر بتدي انضباط للمجتمع في كيفيه اداره الاموال ومراجعتها ودقتها لدى الجهاز المصرفي والبنوك، وطبعا ده بيخفف من حده حمل الاموال والضغوط على الجهاز المصرفي في خروج ودخول الاموال. الامور دي كلها يا فندم شيل الاموال دي انطفي من العالم بره. يعني اكيد حضرتك بتسافري بره، محدش بيشيل بالالافات دي ويتحرك بيها داخل المجتمع. كله بيستخدم البنوك الكروت الائتمانيه وطبعا الفير. فده يا ريت ده نقدر ندي توجيه من حضراتكم للناس، روح افتح حساب في البنك، دي فرصه كبيره ان انت النهارده تقدر تستخدم حسابك البنكي بدون عمولات، او في بنوك بتفتح بدون يعني اي عموله. واستخدم حسابك البنكي ده وهتاخد ارباح وهتستفيد من الخدمات اللي بيقدمها لك البنوك. سرعه انجاز المعاملات البنكيه او المعاملات الماليه، كل ده باستفاده يا فندم من التحول الرقمي. طيب دكتور مصطفى، عايز اسالك، هل احنا عندنا احصائيات ما، احنا شغالين في مساله الشمول المالي والتحول الرقمي دي بقالنا فتره، هل عندنا احصائيات ما بزياده المحافظ الالكترونيه مثلا، او زياده فتح حسابات في البنوك، يعني استجابه من المواطنين لده؟ طبعا هو في ارقام مش مدققه بالنسبه لي في الوقت الراهن، وطبعا هي مش كبيره، لان احنا عندنا طبعا احنا نتخطى 60 مليون مواطن تقريبا. القائمين على فتح الحسابات لغايه دلوقتي او اللي هم اهتموا بفتح الحسابات في حدود ال 25 مليون مواطن تقريبا، ده الرقم اللي انا اتذكره. وطبعا الدوله بتستهدف اكتر من كده، ولكن ما تنسيش في نقطه في غايه الاهميه، الا وهي ان الاقتصاد الموازي دايما او الناس اللي هي بتحاول تتعامل بالكاش من تخوفها من ان بيكون عندهم يعني معاملات ماليه خارج البنوك. واكيد حضرتكم بتسمعوا كثير عن المستريح اللي في الصعيد اللي اخذ مش عارف 100 مليون، وده دي كلها فلوس بتبقى سيوله في ايد الناس ومش عايزه تروح للبنك تخوفا من ان يقول لها من جبت الفلوس دي منين. وده البنك النهارده بيحاول يقنن هذه الامور وبيساند الناس، بيقول لهم اللي هيبيع مثلا عقار او يبيع يعني وحدات سكنيه ايا كان تعامله واثبت ذلك، فالبنك مرحب بالفلوس كلها تخش مفيش مشكله خالص. وفتح الحسابات طبعا بتكون بحدود دنيا بارقام زهيده جدا. لكن في تطور طبعا، ولكن يا ريت دايما يبقى فيه زي متابعه اعلاميه وتوجه او بيان بيصدر حقيقته كمان من البنوك الكبرى او البنك المركزي، يطلع المجتمع على قد ايه الانجاز اللي تم في وضع الشمول المالي او زياده الحسابات وفتحها. الى اي مدى كمان يا دكتور مصطفى وجود تطبيقات الكترونيه في كل شيء دلوقتي، الحقيقه في دفع الكتروني وتطبيقات الكترونيه الناس سهل عليهم يستخدموها، ده بينعكس على مساله تحقيق معادله الشمول المالي؟ طبعا، وخلينا نقول في هدف اخر هو عمليه القضاء على الفساد. اثنين، القضاء على البيروقراطيه، فصل المتلقي الخدمه عن مستخدم الخدمه. صحيح. فده بيحد من عمليه اللي هي زي ما بيسمى كده بزياده الرسوم او الرشاوه، او انه يكون في ضغوط ماليه على المواطن. في امور اكثر يعني ارتياحا للمواطن كلما استخدم الابلكيشن. حتى حضرتك اكيد تعلمي جيدا ان النهارده في كثير من الشركات او المؤسسات بتقول لكم اتعاملوا بالكروت الدفع الائتماني. صحيح. ما بتقبلش الكاش خلاص. وطبعا حتى احنا النهارده بنتكلم على الفاتوره الالكترونيه. وده حقته يكون حق مكتسب للمواطن، يعني حقيت حضراتكم طالما دخلتوا دفعتوا بالكارت الخاص او الفيزا ونحصل على الايصال، نحصل على الفاتوره الالكترونيه. ليه؟ لان ده بيدي ضمانه لمستخدم الخدمه لحمايته باصول التامين على السلعه، سواء بقى كان ليها ضمان، ايضا ليه حقه في استرداد او استرجاعها لا قدر الله في حاجه. ايضا ان الفاتوره الالكترونيه دي بتضاف على الحسابات في الميزانيات والموازنات وبتكون ليها قيمه مضافه للوضع الاقتصادي.
فهي دايره كبيره جدا تخدمنا للشمول المالي ده، بيكون تهيئه للمجتمع وايضا بتعود على المواطن بفايده كبيره ان هو يضمن حقه في حتى سبل ازاي يقدر يتفاوض او يعني يراجع الامور سواء بسعر السلعه او الخدمه اللي حصل عليه. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي على كل هذه المعلومات.